أحدثت الحكومة اليوم ثلاث محافظات جديدة وأعادت ترسيم حدود محافظات أخرى ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير التنمية المحلية عادل لبيب قوله إن المحافظات الجديدة هي وسط سيناء والواحات والعالمين لترتفع بذلك عدد المحافظات المصرية إلى ثلاثين محافظة وينضم الينا في الاستوديو دكتور حسام فوزي رئيس لجنه فض المنازعات بسيناء مرحبا بك اهلا وسهلا محافظه وسط سيناء كيف تنظر الى هذا القرار؟ اولا محافظه سيناء عامه قسمت الى ثلاثه محافظات دوت لاختراع لاختراع خط إداري جديد يتناسب ويتطابق مع الخط الإداري اللي هو المستوطنة نفوذ المستوطنة اليونانية التي توسعت على وتمكنت من دير سانتا كاترين وما حوله وتوسع طبعا بقيادة الرهبان في خلال 30 سنة الرهبان دولة استطاعوا أن يتمكنوا في عهد المخلوع حسن مبارك بتواطؤ من أجهزة الدولة المعنية وخاصة الأجهزة السيادية في خاصة في شمال سيناء بهذا السيطرة بهذه السيطرة سيطروا على المثلث الجنوبي بالكامل الذي يتحكم في خليج العقبة وخليج السويس ومن ثم السيطرة على البحر الأحمر الذي يعتبر أم قومي لمين لإسرائيل لأنه هو المنفذ له على الخط البحر الأحمر بجانب آخر مشروع السيسي يتم تمزيق السيناء إلى ثلاث مناطق منطقة دير سانتا كاترين الجنوب جنوب سيناء ديت تقسم إلى اثنين منطقة الجنوب اللي هي فيها دير سانتا كاترين ثم يأخذ جزء من ظهير الشمالي لمحافظة الجنوب مع الظهير الشمالي في الصحراء الموجودة في خلف محافظة شمال سيناء ثم تعتبر وسط سيناء، إذا قسم المحافظة إلى ثلاث طيب حتى تكون الصورة واضحة أكثر للمشاهد، ما هدف الحكومة من هذا القرار؟ هدف الحكومة بهذا القرار مباشرة إقامة دولة أو دويلة صغيرة للكنيسة اليونانية والأوروبيين في في وسط سيناء اللي هي في موضوع في الموجود عند دير سانتا كاترين ده المهم بجانب آخر محافظة الوسط الوسط ديت الشمال سيناء كلها تقسم إلى ثلاث مناطق ثلاث مناطق المنطقة الأولى شمال جريح ووسط معزول وجنوب مغدق اللي فيه السياحة وهكذا الوسط المعزول دوت هو الوسط المعزول دوت إسرائيل دائما وأبدا تحافظ على هذا الوسط المعزول حتى تستطيع في خلال أقل من تل ساعة أو نصف ساعة أن تكون لا أقول على ضفاف قناة السويس وإنما تكون في قلب المحافظات فيما وراء قناة السويس فهذه أمن قوم الاسرائيل ان تبقى هذه المحافظه او هذه المنطقه في وسط سيناء منطقه معزوله لحمايه الامن القومي الاسرائيلي فحينما ياتي السيسي ويضع في هذه في هذه المنطقه محافظه انما اراد بهذه المحافظه فقط تفتيت سيناء ثم حفاظ على الامن القومي الاسرائيلي وده كلام مهم جدا 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 لابد ان نفهم وبهذا ايضا بهذا الكلام اللي هو يفتت ويجعل دويله صغيره في سيناء للاقباط على غرار ما يكون في وادي النطرون وفي هذه الدراسات وليس كلاما يعني من عندي في هذا الدراسات من الثمانينات الكلام ده موجود فانما هو بهذا يعتبر احتلال واكبر عمليه احتلال لمصر من غير حرب طيب اسمح لي أنقل لحضرتك ما سيقوله البعض عندما طيب. يستمع إلى هذا الكلام م. انتم لا ترون سوى السلبيه دائما في اي قرار سيتخذ في عهد السيسي تمام ردك ردي ما يفعله السيسي من تهجير ابناء سيناء ما يفعله السيسي الآن من تهجير المنطقة الحدودية التي تعتبر الأمن القومي والعمق الاستراتيجي للأمن القومي الإسرائيلي المصري ثم ما يفعله أيضا من تهجير أهلها قصرا ثم هدم البيوت وما يفعله كل من أهل سيناء من تجريد السلاح الذي هو مجرد دقائق معدودة يكون إسرائيل تستطيع أن تقتل أبناء سيناء مباشرة وهذا السلاح الذي لن يدافع عن أبناء سيناء فقط وإنما سيدافع عن أهل شمال سيناء ويدافع عن مصر كلها وعن عمق مصر قاطبة فهو يجردهم من السلاح يعني معقول كمان. لا توجد اي ايجابيات لهذا القرار؟ ابدا نهائي. طب هل في وسط حينما يفعل هذه المحافظه في الوسط سوف يدعمها وياتي مستثمرون كثر وتجرؤ لكن المحافظه سيكون لها محافظ مستقل وبالتالي خدمات مستقله لا عن لا نقية توجد لا توجد فيها خدمات شبه سيناء لا توجد فيها خدمات من بدري خالص. انا زرت المنطقه ديت منطقة ديت لا ماء ولا كهرباء وحتى الماء الناس اللي بتشربه ما بيبقاش في عندهم ميه لما بيشربوا ميه الجيش بيديهم وبعد كده لما هم بيشتروا ميه الجيش بيستردها منهم تاني ورحنا رحنا للمحافظ اثناء بعد الثوره مباشره وقلنا الناس دي طالبه انها لازم تبقى في شبكه محمول ما فيش ولا تقوى لشبكه طيب المحمول ولا في حياه اصلا نعم عند استقلالها عن بقيه سيناء م. استقلالها فقط استقلالها في هذه المنطقة فقط من أجل القبضة الأمنية القوية جدا التي تحافظ على أمن القوم الإسرائيلي فقط لا غير وهو لو عايز الضبط الضبط المزبوط في المكان ده ما كان عمل على 150 كيلو من أب كرم أبو سالم إلى طابة كان قدر يعمل أي شيء في المكان دوت اللي بيهرب منه الحشيش والبنجو والسلاح ويهرب منه الافارقه الى قلب إسرائيل. دكتور حسام فوزي رئيس لجنة فض المنازعات في سيناء. شكرا جزيلا.